قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. إنها المسابقة السنوية التي تقام بين فصول المدرسة. أحب هذه المسابقة جداً. ولكن هذا العام هناك اختبار جديد بالمسابقة. ما هو؟ الرسم. مسابقة لأفضل لوحة فنية. إذن سأشارك أنا في هذه المسابقة. ولكن لقد نسينا أن خالد رسام ماهر، فليكن خالد إذن هو من يشارك في المسابقة. نعم، وستكون فرصة رائعة لأثبت مهارتي الفنية. معك حق. مكتوب هنا أنه يمكن للطالب الواحد الاشتراك في أكثر من فرع في المسابقة، وأنا مصر على المشاركة في الرسم. لا يا سامي، أعتقد أن خالد هو أفضل طالب في الرسم بالمدرسة، ولذا فهو الأحق بالمشاركة. نعم، لقد قام برسم لوحة ووضعها المدير في مدخل المدرسة بعد أن حياه عليها أمام جميع التلاميذ في طابور الصباح. أنا أعترض، أنتم لا تعرفون مهارتي في الرسم، وبمجرد أن أعلنت عن رغبتي في المشاركة اخترتم خالد بدلا مني فقط لتمنعونني. ماذا تقول يا سامي؟ نحن فريق واحد ويجب أن نختار الأفضل من بيننا، تماماً كما اخترناك في المسابقة الرياضية لكي تمثلنا. كما تريدون، وسنرى النتيجة في النهاية. هاي لقد فزنا. مبارك، لقد حصلنا على المركز الأول بفضل مجهود كل واحد منا. هذا الكأس لنا جميعاً، نحن أفضل فريق في المدرسة في كل المجالات. السبب الأول في الفوز هو توفيق الله، ثم حبنا لبعضنا وحرصنا على مصلحة فصلنا. أعتذر لك يا خالد، رسمتك كانت رائعة بالفعل، وأنت قمت بمجهود عظيم في المسابقة الرياضية أيها البطل القوي. وأنا قمت بمجهود كبير في التشجيع، ولذا فأنا شريك في الكأس. Oh,